صباح الخير. كبسولة النهاردة عن فيتامين بي 12 ونقصه. فيتامين بي 12 عادة موجود في المنتجات الحيوانية زي اللحوم الحمراء والكبدة واللحم الأحمر والدجاج والأسماك والبيض والحليب، وموجود في بعض البقوليات زي الفول والعدس والأشياء دي، وموجود في بعض الخضروات والفواكه خاصة الخضروات الخضرة قوي زي الجرجير والبقدونس والأشياء اللي زي دي. إذا نقص فيتامين بي 12 بيجي عند الناس اللي مش مهتمية بنظامها الغذائي، خاصة الجيل الجديد من الشباب اللي مش في دماغه موضوع اللحوم والدجاج والأسماك ومركز على الأشياء المحفوظة والمعلبات والأشياء اللي زي كده. فيتامين بي 12 من أهم عناصر ومن أهم أعصاب الجسم، بيتدخل مع تصنيع مادة الميلين المحيطة بالأعصاب، ومادة الميلين دهيت أما بتقل بيبقى العصب مكشوف زي سلك الكهرباء المكشوف، تنميل، شكشكة، حرقان، دوخة، عدم اتزان، انخفاض في الإحساس بالطعم والشم، تشققات في اللسان، تقرحات في الفم. فيتامين بي 12 بينقص برضو في الناس اللي عاملة عمليات تكميم أو عمليات قص معدة أو العمليات اللي ليها علاقة بتنزيل الوزن، نتيجة إن المناطق اللي فيها امتصاص فيتامين بي 12 بتستأصل أو بتصغر في الحجم فبيقل إنتاج فيتامين بي 12. فيتامين بي 12 مهم جدا في تصنيع خلايا الدم الحمراء، فبالتالي بينتج عن نقصه خلايا دم حمراء كبيرة الحجم ولكن فراجايل، ضعيفة، بتتكسر، فالإنسان بيبقى لونه باهت، مصفر، دايخ، تعبان، بيجيله خفقان كتير نتيجة فقر الدم والأنيميا. فيتامين بي 12 يا جماعة من أهم أعصاب الجسم وبيتدخل في كل حاجة ليها علاقة بالجسم، عشان كده بنلاحظ مع نقص فيتامين بي 12 بيحصل تساقط شعر وبيحصل تعب وانخفاض في المود وانخفاض في الحالة المزاجية، نتيجة زي ما قلنا إن هو بيأثر على الأعصاب الحسية والأعصاب الحركية وأي أعصاب لها علاقة حتى بالمشاعر، فبالتالي الإنسان يحس إن هو مش موزون وهو ماشي، أو ماشي رجله على الأرض عاملة زي اللي ماشي على التلج أو ماشية على القش أو حاجة زي كده. فبالتالي فيتامين بي 12 من أهم الفيتامينات في الجسم. أرجوكم يا جماعة إذا شعرتم بأي عرض من الأعراض اللي أنا قلت عليها نحلل فيتامين بي 12، مهمة جدا، لأن لو ناقص هيبقى محتاجين علاج سواء في صورة حبوب أو إبر. مهم جدا ان احنا نعرف ان تعويض فيتامين بي 12 بيظبط كل الاعراض دي، وبنصح الجيل الجديد ركزوا على اللحوم، على الخضروات، على الاسماك، على الدجاج، على اللبن، على البيض، على الحاجات دي، لانها في غاية الاهمية في الحفاظ على مستوى معتدل من فيتامين بي 12. عصب الاحساس انا بسميه كده، عصب الاتزان، عصب الدوخة، عصب الأنيميا وفقر الدم المهم جدا هو فيتامين بي 12. أتمنى لكم جميعا الصحة والسعادة، ونخلي بالنا من نظامنا الغذائي، وأشوفكم في كبسولة جديدة. سلام عليكم.